المغص المتكرر عند الأطفال. هنقسم المغص ده إلى 3 أقسام: مغص وظيفي، وده سهل بيجي مرة واحدة وبيجي حوالين السرة وبيبقى الوجع مش شديد قوي وبيقعد حوالي مش أكتر من 2 3 ساعات بالكتير، وكوباية نعناع بتضيع الوجع دوت، أو معلقة فيسرالجين، المواضيع بتهدى والطفل بيبقى كويس. وفي معظم الأحيان الحالة دي أساسا ما بيبقاش محتاج علاج خالص وبيتحسن على طول. ده احنا بنسميه من ضمن الأسباب الوظيفية، يعني سبب وظيفي، يعني الأمعاء نفسها أو البطن نفسها ما فيهاش مشكلة. أما في أسباب تانية نفسية، يعني مثلا الطفل عايز يلفت الانتباه لنفسه نتيجة مثلا مولود جديد أو نتيجة مشاكل في المدرسة، فبالتالي بيعيط وبيجيله مغص، فالأم لازم تبقى واخدة بالها من علاقة المغص بالمشكلة النفسية، وبالتالي الطفل ده كل ما يجي يروح المدرسة بيعيط، وبالتالي لازم الأم تحاول تحل المشكلة بتاعة الطفل ده، وده عادة ما بنكتبوش على علاج بس نحل المشكلة بتاعته.